هذا التيفون خذ انت اسمع هذاك هذا هو مرت راجل والله ما تفوجي توصل طول ديال امك في التبه يا حلاوه هذا حصلتي الميك يا بحصلتي هي ما تفوت منكم فساد بجوجكم سمع ما تبقاش تدوي علينا بالطريقه راه حسبت منك ها كندوي معاك يدك ما تبقاش تقيسنا واش وطرتو عليها لا خليك مارتك هاد السلام هذا أنتي ما بتقطع يا ودخلت الطفالة وغيرها طب هذا هو معاك هذا معاك دم عايز فيك تيجي للقوس يونس الله عزيز وعليكم السلام بخير داركم ما علموكش الأدب ما علموكش بأن كاين السلام في الدار لا والسلام راه حنا نقيلوا مع بعضياتنا يونس ولا نعل الشيطان واخا لالا فين كنتي خرجت غير مع البنات عيطت لك في التليفون ما جاوبتينيش لبست حوايجي وخرجت بغيت نسولك واش شي ما عندك راجل ما عندك دار ما عندك حتى شي حاجه مع شي مو بايراش كما ما لقى لي ديها فيهم كيجروك حتى شي معاهم ولا زدت معاني في ديك الطوموبيل ندمت اصلا انت خديت ديك الطوموبيل خديتك من خديتك ولا كيف فعل البنات شي ما انا ما نخافوش راعي شويه راعي كنحترمك راعي شويه دابا مالنا يونس على هاد الغوات كامل ما فهمتش انا مالك النهار شتي لي داك الطوموبيل انت قلتيها بفمك وانت عقد الله يقرب لها وباغي تجبد معايا غير الصداع وزيدوا صحاباتي ما تهضرش عليهم فحال هكاك ما كيديروا حتى شي حاجه خايبه كل وحده خدامه على راسها ملي كنقنطوا حنا كنتجمعوا ونخرجوا مع بعضياتنا وبزاف هادشي اللي وليتي كدير ليا انت كيفاش ما تجبدش صحاباتي تمنى انا جبدت لك امك ولا باك ولا اختك وزيدوا هاد صحاباتكم كان فيهم الخير غير بغاو لكم انت الاولى لانك انت اصلا مزوجه لالا سمعنا دا نقول لك واحد الكلمات يا انا يا هما لانك انتي بستلتي بزاف دابا وليتي كدير ليا الشونطاج ياك وليتي كتقارن راسك بصحاباتي باش تعرف راسك يونس وليتي غير كتخربق راه لا مجال للمقارنه انت وصحاباتي ما يمكنش نوازن بيناتكم فهمينا ما فهمتش التخربق كتخربق عليا توازي ما توازي كيفاش توازيو ندورك على صحاباتك تدوري على الموازيه فهميني مزيان حيت انا وليت معاك مكلخ كون كنت يونس كتحل معايا غير دماغك شويه وكتفهم معايا غير بلاتي هي احسن غتفهمني شنو بغيت نقول لك عالم تفهم معاك كيفاش غادي نتفاهم معاك انت دابا انت ما فاهمش مع راسك دابا تعطل الله هذا اللبس كيلبسوا المراوات المزوجين ها واش هذا وجهك ولا كفاك الا ما راعيتيشي انا راعي لوالديك يونس النهار الاول عرفتيني كنلبس بحال هكا وهذا الموضوع ديال اللباس ما عمرنا هضرنا فيه ولا حطينا لي بوان سوغ لي زي عليه بلا ما تعصبنا يونس وكون هضرتي معايا غير بلاتي هي احسن راه غنختارك انت على صحاباتي ولكن انت يونس وليتي كدير لي الشونطاج وليتي كتقول لي هادي يا هادي انا جنود بحيت هاد المسخ اللي لابسه عاد جي جندو ديك الساعه دابا هادشي ولا مسخ نهار الاول ما عرفتينيش بحال هكا هو الناس كيتبدلوا ملي كيتزوجوا كيتبدلوا ما كيبقاوش بحال هكا شكرا وطيبين من الحجره فينا الجوع راه ميتينا بالجوع تبارك الدور عليا مع بعلوكات شكون اهلا فين سالي واش بغيتي عند خويا عيط كي دايره لا بخير وليدي لاباس عليها كلشي بخير واش سبب المجيه حتى ما كتجيش هكاك يا ويلي انا توحشت خويا وجيت نشوفو شنو سبب المجيه وانجي والله عليك راك اختي وحافظك مزيان غير قولي شنو كاين ايوا ها انت دابا انا بغيت نسافر اه وقالت لي ماما سير عند يونس ويدور وانت عارفني يلاه واخا الطوموبيل نادا وكتقولي الفلوس والله يهديك ومهم خلي بلاتي الا بغيتي تصبري بما تجي هي غنشوف لها عندها شي حاجه راه تعطيك وما تبقايش خيطي بيطا عندي الفلوس انا ما كنزرعهمش انا حتى انا كنضرب لهم تمن وانت عارفني انا مزوج وانا كنقول ما نحسها ما كاينش دابا انا غنتسنى حتى تجي مرتك هي تشوف واش عندها وانت شاري لها الطوموبيل وانا ساكته وصابره وقالت لي ماما سيري عند خوك هو غادي يعطيك ولكن سري انا اللي جايه عندك وبخلص الطاكسي انت لا وقيلا اختي عارفه هادشي ولا لا هذيك راه مرتي هذيك اش كتدخل شي فشي شي مريض في مخك ولا ماك نشري لها طوموبيل نشري لها طياره انت فين عندك المشكل انت اصلا اللي بغيت نعطيك شي حاجه كنعطيك بليزير مني ماشي مجبوره عليا اولي يونس خويا وليتي كتغوت عليا مولفالك وانا كنقول مال خويا ضعاف اه ولا ملا غجاك شي حاجه بحق لها غادا جايه ويا وصحاباتها هذوك البايرات اللي ما عندهم ما يدار ما عندهم حتى الوالدين المخيره فيهم جايه غا كارهنا ماشي مشكل سري نجوى اش هذا داك تقولي واش شي مريض في مخك ولا ما كنتش عارفه على مداويه راه مرتي هذيك وانا قلت الحقيقه بنتي ليا ضعافيتي بنتي ليا ما هواش سوقك نغلاط نضعف ماشي سوقك واش تسكن واش بغيتي تحكم فيا تسكن كبير انا ولا انت عرفتي شنو تسكن سير الدار الا كانت شي حاجه تفوت نصيفط لك عند امي سير ايوا نوضي سير انت انت ما كتبغيش لي نقول لك الحقيقه سي دابا والله ما تاخذي ديالي يلاه دابا نوضي خذي وانت اللي شاري لها يلاه نوضي غادا تما خطر يا رجال وصحتها سير يلاه سير عم نعاونك مزيان تبارك الله هيا غادا بصح ما ضعفيتش
داك تكون دايره ليا شي حاجه بصح. نعود بالله مستر راسي. هانت سلام هذا هانت سيبوك الدقيق يا ودخلت الطفالة وغيرتا هذا هو معاك هذا معاك دو معايا فيك تيجر الوقت هكذا معاك تيهات هذا هو معاك هذا هو معاك واي تيهات كدو معاك باش مخليني كدوك بوحي بحاجة مسطي تيهات كبر لك الشان لمال تيهات ما كتحبها سيشتلك طموبيل وشيت وصلتي هبطيك واليك شوية الله مالك انا الغوات كامل وغوت كاين شي لازم ريح في من الخارجة راك انا اصلا هاد الساك هذا ينزو غير على الشيطان شنو تقلب ليا ساكي واش حماقيتي ولا مالك راه هادشي اللي كديري انت راه كيدل على انك انت كتخونيني مع شي حد يا خطيبتي خطيبتي راه باين هادشي هذيك القزديره اخويا اللي حرقك في قلبك ما غنبقاش نهزها انا كاع وغنهني قبي دابا وصلنا حنا للتقلب ديال الساك وصلنا للخيانه وليتي كتخونيني اش درنا اخويا لهاد الهضره كامله وزيدونا انا كنقول لك يلا خرج معايا ما كتبغيش ما يمكنليش انا غنبقى مدفونه في الدار تا واحد ما قال لك بقى جالس نتايا وانا نخرج تنقول لك يلا معايا ما تتبغيش بالصيف انا لما نخش معاك حيت انا عندي ما يدير ماشي بحالك مسالي قبك وزيدو غنقول لك واحد الكلمه انا هذا الا بقيتي بحال هكا راه ما غاديش تفهم انا وياك النهار الاول انا نكون عارفك بحالكم نتزوج بك خليك عند امك وبك تبقى بقيت خوت زيدو نهار تي صافي اما انت دابا راك ماكش راجل وراعي شويه اما الصاك اليوم غيتقلب ولا غيتقلب غير بشويه عليك يا يونس عندك يطرطق لك شي عرق في راسك وتولي واحد فيا انايا وهاد الصاك هذا اللي حارقك في قلبك اكثر من داك القزديره اللي شاري ليا ما غاديش يتقلب كيفاش ما يتقلبش والله حتى يتقلب هاد الصاك والله حتى غادي يتقلب غيتقلب اذا انت عند عطيتي شي حد شي نمره ولا شي حد عطيك شي نمره ولا كون كاين شي سحور حيت انا اصلا راسي ولا كيضرني هاد الايامات بزاف ما يمكنش او ماشي انت تخونيني انا ها كيتقاتلوا علي داك انت تخونيني انايا وانت ديري السحور انا هذا ما نمشي نعوفو البحر وهاد سبعة الموجات يا رب لقى شي حاجة وتشوف اش غندير لك عندك الزهر الله يلا عندك الزهر كيراس الحجر صافي بردتي دابا قلبتي الساك شدي شدي ايوا بصحتك التقليد اللي زديتي على ظهرك اسير التقليد ذبحتك وبالناقص ها هو منين ديت التقليد ديت التقليد تيجي معايا نتينيت يلا مزيان تبارك الله بنتي نادا خصك تصبري يونس كون ما كانش كيبغيك ما غاديش يدير عليك هادشي كامل يونس بزاف راه بزاف انا عييت لا ما عندكش علاش تقطعي يونس كيبغيك كون ما كانش كيبغيك ما غيديرش هادشي كامل على قبلك وبنات اليوم راك عارفه شحال من وحده خرجت على دريه خرجت لها على زواجها بنات اليوم صعابات بعد من الدريه ترفاق الدريات غادي تخرج على كندا بنتي هادشي اللي غنقول لك كندا ماما راه النهار الاول يونس عرفني عندي صحاباتي وما كنتفارقش انا وياهم ما يمكنليش غير نجي تزوج غنتقلب عليهم غير ايطاب باغي ايطاب شويه بشويه وديك الساعه يدير الله خير ماشي هو ولا باغيني ندير كلشي بدقه وحده ما نخرج ما نتلاقى صحاباتي ما نهضر في التليفون كلشي بدقه وحده راه ما يمكنش ليا ماما عاوتاني كثرت الضغط كتولي انفجار انا دا الله يهديك النهار الاول قبلتي على يونس خاصك تقبلي ليه بالشروط اللي بغا هادشي اللي غنقول لك انا دا خاصك تصبري والدريات خاصك تبعدي عليهم والصحابات خاصك تبعدي عليهم شوفي دابا التليفون وشوف ما كتفرجيش شحال من دريه خرجت على صاحبتها دمرت لها زواجها ودمرت لها حياتها شتت لها ولادها كلشي دابا كلشي طلاق 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 واش بغات تطلقي ماما انا هادشي راه ماشي مشكل الصحابه راه لقى لهم الحل كما قلتي ما يمكنش انا غنضيع زواجي على قبل صاحبتي ولا على قبل وحده كنعرفها ولكن راه بزاف راه الشك راه ولي يقلب لي التليفون يقلب لي الساك راه ما يمكنش ماما هادشي راه ما نقدرش نسيبورتي وانا هذا الله يلعن الشيطان راجعي نفسك يا بنتي كي داير لاباس لاباس الحمد لله كي داير انت ولدي لاباس عليك نقول الحمد لله نتوما عائله كاملين كتهزوا الساك واش هاد الهضره ولدي واحد حنا في الدار عندنا حنا العائله يمكن تهزوا الساك اللي كيكون هذا الساك راه كيكون فيه شي حاجه شي سلاح لا توكا جيب البنت بغات توكلوا ليها ولا الله يعلم نعاودوا بالله مش طراجي محشومه ولدي هذه الهضره اللي كتقول محشومه ما والو اللي خاف على راسو في هذا الوقت نجا يوصلوا بثلاث ساعات اخرى علاش راه مريح في داري انا محشومه توصل معايا ولدي لهاد الهضره انا يلاه كيكون ما صعب بلاصتكم شوف بصاف دخل دخل كاينه شي حاجه ما كاينه حتى شي حاجه بالعكس يلاه لقيتيني كنهدي فيها وتنقول لها صبري معاه ماشي زعما في المستوى ديالك تهضر معايا يونس ولدي بهاد الهضره ما مولفاش لك ماما انا خصني نقولك لي هذيك كاين انا راه ولات راسي ولا كيضرني بنتك دارت لي شي حاجه الا كنتي كتعاوني راه نصيفطكم انت ويا الحس في عائلتنا اش نديرو هادشي يا ولدي حشومه الله ينعل الشيطان الله ينعلو ويخزيه لا لا واش عارفه بنتك ما كتجلسش في الدار لينا نهار خارجه غادا جايه غادا جايه فما انت مع تقولي عند صحاباتي ما عرفناش فيك بصح كتمشي عند صحابات ولا كتمشي عند شي صحات بداو يسحروا ليا دخلت هكا عبوج الله انا النهار الاول كي جيت عندكم جيت بحال العود شو دابا كيولي بحال السلوقي
هادي راه ماما مع امك تهضر. راه عرفت ماما قلت لك انا ماما راه عرفت مامك كندو معانا ملي بنتك دابا كليشة. دابا ما تندماش علاش جات عندنا سكوت تسلم من بعد ونهضر. ايوا حولك بنتي كتشكي ليا منه وانا كنقول مالك بنتي. ايوا سيدي قلبك عامر من جيتنا والله الا قلبك عامر. قلبي ماشي عامر قلبي رفيت من جيتكم. تاش بقيت نغزي فيا انا بدك حمار بديت نغزي فيا والله يهديك. قلنا لي كاينه خالتي تقضي ما عجبك الحال ما عجبكش الحال راه تعرفي ما عجبنيش الحال ولدي على هاد الهضره ما عجبنيش الحال صافي انا دابا بنتي الا بغيتيني راه دار باك كتعرفيها ولا داركم كتعرفيها انا غنمشي بنتي ماما شطاب يوسف الهضره ماشي دابا عقل مزيان على هاد الشوا اللي درتي لي قدام ماما سير سير ماما جلس كي داير جلس السحار مزيان تبارك الله عرفتي شنو نجيك مليح دابا عندها نلسكم كلشي في الزير مشي خدم القران مشي تبطل لي هاد السحر هذا لا بس الحمد لله لا راه ما جاوباتنيش داكشي على الصونيس عليك انت بغيت غير نقول لك قول ليها فوقاش غتكون هي في الدار باش ندوز عندها غير شوف لي عافاك معاها الوقت حيت خصني نمشي دغيا ونرجع فهمتي حيت اش راه راجلي هاد الايام تشد معايا الزكاير صافي واخا انا نتسناك تصيفط ليا ميساج المهم عافاك اليوم مزيانه هاد الوقيته مزيانه صافي انا نوض نبدل حوايجي بحال رانيت نجي معاك قد قد شكرا بزاف شكرا لهلا خطيك يلا باي باي تهلا في راسك الله نبقى عاتفك الميكروفون حصلتي اليوم صافط امكم فساد بجوجكم ماشي اللي كتكري ليها اختي انا اللي خصك تكون هذا راجلي اختي راجلي ما خصش يشبعوا عندك يلا يا خويا فين يلا اسيدي اسيدي تي راك خويا جاي مهجم عليا في الدار واش انت مريض ولا مالك اختي كنعرفو غا انت اسيدي انا ولا السيده كتكري لي مرتي هنا واش انت مريض ولا مالك واش تصطيتي شوف اختي قولها غير مع راجلك واش اختي شوف اسيدي انا جايه تحط عندي شي خطان ديالها وانت مالك والله ما تقف راه الزاك فين كاينه هذا مريض جيني من ذبحك انت عاقل هذا مريض اختي خاصو يمشي للطبيب النفسي عاد صافي واش جيتي كتبع عليا جيتي قدام وليتي كتبع عليا غير غلق لك شخف الله يوفقكم الحق بلا قسم من شي خياطه واش ويزوي ها ويلي صافي راه العظيم ها ويلي شوهوني في الجي مع الجيران ويلي ها ويلي كل شهر راجل لقى الحيحه قول لنا عبد الله فين غنولي الله يغرق لك الشخف الصراحه انا غنسد هذاك المحل ونتهنى كاع من هاد المشاكل اللي بغات تطلقوني على الراجل مالين على هاد الحاله كامله مالك الله يقطع بواشك اش بس دابا هاد الشو هادي درتي ليا قدام الناس عادي فين كاين المشكل هيك على راسك واخا راجلي ما تبعنيش واش وليتي كتبعني وصلك شكت على الدرجه يا ولاد وا بزاف وانا هذا وانا حاضر مرتي ما نحضيهاش تحضيني دابا الوسواس القهري هذا الوسواس عندك انت وعايش دابا كتسحروا ليا ما انا ما عندي والو انا صحيح لا زيد نسحر لك لا لا فلوس وعلاش خبيتي عليا النهار الاول زين فين المرض هذا بزاف عيقتي واخا تكون زوج انجلينا جولي ما ديرش عليها الحال ما بقيتش تدوي علينا بالطريقة راه حسبت منك راه كندوي معاك يدك ما تبقاش تقيسني واش انت مريض ولا مالك يخ بناقص اخويا من هاد الزواج وبناقص من هاد الزواج شي مالك انا عبد الباح مشيت نجلس مع والدي عندي الباح احسن منك تعيش دابا سير وسير انت اللي جاني باش نمشيش انا ما نخويش اخويا دار راجل حنا في عائلتنا ما كاينش المرا اللي كتغضب مزيان هادي ايوا لا لا تمنيك في هاد الفهمات كامله كون كنفك الحسام كنحشرمشيني انا الاول بعدا لي راجلك اللي كتلبس هاد اللبس تمني انا راجلك كتلبسي هاد اللبس في دارك وليتك كنتي كتلبسي وقال لك تعطي انا منيت تمني انا راجلك دابا كتلبس هاد اللبس وبغيتيني فوق من هادشي ما نحضيكش تاك وقيل بنتي ليا شويه لا لا خويا انا ماشي شويه انا بزاف وزيدون هذا هو اللبس باش عرفتيني النهار الاول وراك ماشي ديتيني عندي 40 عام ولا ديتيني برط راه كنلبس اللباس ديال الجينيراسيون ديالي والمينيات كيلبسوهم لي ما عندهمش الرجال في الدار اما انا بابا وخوتي رجال ويمكنليش نلبس داكشي وزيدو لا فيك الرجله ديري على اختك هي الاولى اختي بزاف على اختي بتوصلي لها اختي كون كان يونس طلق مني ستي فيه وانت جبدي انا اختي بعد مني ما تقيسنيش
سمع نقولك واحد الكلمه، نهار تزوجي اختي غنقطعك كذا الزين هادو، ونوضي دابا بدلي نوضي نلعب بدلي ساعه اخرى نوضي ونوض انت اللي بدلي ساعه اخرى نيت تزوجي انا نفسي الميكروبا دابا وليت ميكروبا ياك ميكروبا تزوجي انا اختي ميكروبا وعندك ملي نمشي لدار با تجي تتحزر فيا وسيري تنحزرك تكمل شي سيري كتشي كامل هاتو يدك بروسه ديال اختي تنشد سبونسور ديال هاد الفيديو وانكس بيت وانكس بيت واحد البلاتفورم اللي كتخول لكم انكم تشجعوا الفروق اللي كتبغيو وما تنساوش تستخدموا كود برومو ديالي اللي هو ندى اس وغادي نخلي لكم اللين ديالو في اول تعليق خسر من القبيلة وانا جالسه وانت شاده التليفون هذا هو الصوره هذا هو الاداب دابا غنتسنى كامادموزيل نجوى انت اللي توريني الصوب والاداب لا اختي ما زعما انا راني طفلتك وجايه عندك ضاربه الطريق ولا ما علمكش الدار اصلا اختي جايه لدار خويا الله يخليه ليا مسكين خويا اللي ضحك عليه سعداتك والله عرفتي ملي كون كان خويا حلال عليا والله ما تخليه لك كون انا الاولى تزوجت به قلبك عامر ايه عامر بزاف وسير البحر شكي عليه بغيت غنسولك انا شنو درت لك علاش اللي كتمشي تحرشيه عليا باش تنسي المواضيع التافهه ديالك ودوك الزبايل اللي كديري نتو صحاباتك كتبقى تقولي لي اختك دارت اختك فعلت وكيجي انا يبقى يتحل وتحط عليا وتقشحطني اش بيني وبينك اختي ايوا السفيه كيقرا غير اللي فيه الا كنتي انت كتحرشيه انا مسالياش وما عنديش الوقت لداك الشيء ياك اختي هاد الهضره كامله حافظه محق الماما قالت لي هذيك نادى يومها راه حيلات وميلات ما تقدوش عليهم اختي خلعتيني والله شاد النيفو باش كتهضري معايا ما فهمتش انا والله الناس ملي كانوا كيترباو نتوما كنتو ناعسين وانا حبيبه ديالي راه ما نصلحش ليك وما نليقش ليك زيد نكون كنتي كتعرفي الصواب وكتعرفي الاداب ما تجيش لدار خوكم مرتو ما كايناش كتمي داخله كتبقش شي فركاني اللي ما عندك بهم حتى شي علاقه وكنسكت وكنقول ماشي مشكل ولكن دابا جبتيني وراه عيبي بعيد ولكن الا قربتي ليه ما غيعجبكش ليه ايه هاي كتهضري على النيفو على انت اختي شكون مربيك راه قالوها قالوا لك الله ينجيك من المصدي اللي لمعاتو ليام ايوا انا بعدا لقيت اللي يلمعني اما انت كتباني ليا قبض بابا ايه والله ينعل خويا هو اللي يلمعك غادي انا نعمر ليا شي كاستاتي ودير الصواب قبل ما يجي نحط عليك شي باطل ما كاينش سولتيني على شكون مربيني مربياني ماما سناء وما علمانيش نعمر اتاي معمراني غير معلماني غير نقرا ونطلع النيفو ونعرف نهضر مع كاع المستويات مسكينه بقيتي فيا ديروا شي حاجه من فلوسكم نتوما قهرتو خويا ماما ولداتو عطاتو لكم هذيك الشجيره الله نبتنا بدينا نسقيوها جيتو نتوما طرتو عليها ايوا صحتنا خمن كمارتك فين كاين اتاي كاين اتاي الجوع والنوع والبكا بلا دموع سيري شربيه في داركم دار خويا يخوي لك الجناب راهم عامرين كسر من القياس اهلا كي داير لاباس عليك كلشي مزيان كي دارت خالتي تا انا توحشتكم بزاف والله وغير مع الوقت وصافي بغيت نجي نشوفكم ايوا داز نتا هادي داك التليفون داز نتا اسمع هذاك هذا راه مالتي راجل والله ما تفوجي حتى صيفط ولدي لامك فين تابا سكت شي ولد خالتك راه كندو معاك اسمع عمد لك تي راجل جي نتلاقاوني وياك وجا مع وجه راجل مع راجل سر هذاك التليفون حيد عليا تطلق داك التليفون واش حماقيتي انت اللي حماقيتي انت اللي والديك ما مربيك سمعني باغي بحال كون هذا ونبقى في الزنقه بزاف عليك انا راه واقيلا مربي احسن منكم من دريكتك كامله وانا باين باين عرفو انا وباين عرفو هذا الشمعة ولاد خوالي ولا شنو هاد المرض هذا ما كاين ولاد خوالي هذا شي واحد كتعرفيه هذا انت كنتي تكتبي لي انا خاصك حسين عرف هذا شكون هذا بعدا شوف اخويا الا كنتي مجنون ولا مسكون سير تسنس لبويا عمر ما تجيش تحماق عليا انايا هادشي ديال طلع ليا في راسي بزاف انا عييت من هادشي درتي ليا ديبرسيون في حياتي ما بقيتش كندير حتى شي حاجه في راحتي حتى في التليفون ما بقيتش كنهضر بويا عمر بويا عمر داك الشيء تربطي فيه اما انا الحمد لله بصحتي ما غير داك الشيء كنتي كديري انت وامك شي قولك واحد الكلمه والله لو وصلت شي حاجه وانت اليوم غادي نصيفطك فاسد لانتي هاد الميخ اللي كدوي معاه في التليفون انا يونس صبرت لك بزاف على هاد الحماق وهاد الهبل ديالك ولكن دابا ما بقيتش قاده ملي وليتي كتعاير ليا في ولاد عائلتي وكتسب فيهم ورديتي امي خيات صافي اخويا رجع لهاد ميخيات دياولي انا هادشي ديالك ما بقيتش باغاه طلعتي ليا في راسي لانت لهاد الشك ديالك لهاد الحياه اللي عايشاها معاك مال هاد الحياه كي جاتك هاد الحياه حسن من ديك الحياه اللي كنتي عايشاها مع والديك وانا باش عارفين انا كنبغيك كدير هادشي كامل على قبلك مو اختي سمحت فيهم
على قبل كنت في الاخر تسولي تقولي لي نقول لك واحد الكلمه انا ندى راه ما تخرجي من هنا تخرجي ميته انا نقول لك راه ما تمشي عند امك ولا عند واخا تجيب لي حباب عائلتك كاملين اليوم اللي قالت لي مقتول في الدار مالنا خويا انا تريحي قبل لي ما تبقاش تحدي فيا شي انا حرمت عليك من هاد النار هذا ما بقيتش اخويا باغاك طلعتي لي فراسي طلعتي لي فراسي بهاد الحياه اللي عايشه معاك راني خويا تليفوني وعيط لماما تجي تديني هاو التليفون راه عيط لماما كنت واش غادي كل هادشي واش دار شي قتيله واش دار شي مرض مالنا انت اللي وصلتي لهادشي خويا تليفوني نعيط لماما تجي تديني قوم كي انتما هذيك كاملين بحال هكا غادي تناسب معاكم كي نبداو كنقلب هاد المشكل هذا علي يا غير فمك يخ تو على الكنس كنس قصيف كتجاوبش كنت انا يوما نكون شحال الكنس ديالك الكنس اللي تربيتي فيه لا انت لا داك اختك لا داك امك ندى بنتي تتعيطي ودخلتي كيعيط خليتيني كنجري بلا هوايه ما فهمت والو سكتي ماما والله سكتي داكشي اللي ولا كيدير لي يونس انا ما بقيتش فاهمه وصرع عليا غير توفيق يسول فيا وعرفتي حيد لي التليفون من يدي ما خلالو لا ملا لا تصيله ويلا هادشي كامل وصلنا لي مع السيون سلام كي دايره بخير لاباس سمحي لي الساعات ولا انا ما كنتش كنصحابو ودخلت والله ما كنتش كنصحابو انا راه الشيطان ما عرفتش يونس راك عارف عائلتي ما يمكنش راه ما يسول فيا حتى واحد هادشي ديالك اخويا طلع لي فراسي طلقنا يونس طلقني ما بقيتش باغاك تعطيك خاطرك انا هذا بالك دابا هادشي خيب ما بانش داكشي الزوين اللي دوزنا قبل ما نتزوجو قول عاد بلا مشطره جي مخ اللي خالتي تمشي ترجع للدار راه مهما كان كنبقى راجلك ولا غلطت انا كنعتذر لك قدام امك هيا سمح لي وتا هي تسمح لي والله يديك دابا قول عاد بلا مشطره جي الشيطان هو بنادم يونس ايوا ولدي يونس انا راه غندي بنتي معايا تكرفستي عليها بزاف والله بيناتنا القانون ولدي يونس انا غندي بنتي انا فين ما تعيط ليا تقول لي انا ضربتيها وليتي دايره بحال الحمار هنايا وليتي دير لها الصراط المستقيم بزاف اولدي انا غندي معايا بنتي ما تكرفش ليا على بنتي النهار الاول قلتي لي غناخذها ان شاء الله فا ملي ولات الضرب وتمنع عمل الخروج وما تبقاش تخرج لا ما يمكنش اولدي بيناتنا المحكمه انا غندي بنتي وقول عاد بلا مستراجي ما خاطرش درنا شي محكمه بدا طلوع النزول وغنخسروا وجوه بعضياتنا صافي انا غلطت سمحوا لي راه حتى واحد ما معصي من الغلط واش كل مره سمحي لي سمحوا لي راه بزاف واش نولي انا مسامحه لك شي نهار ترجع بنتي تولي مقرضه عليا انا ما شيطاش عليا بنتي انا بيني وبينك المحكمه هي اللي غتفعل عليا بيني وبينك ودابا هاد الهضره اللي كتقولي انت راه ماشي معاه راه معايا انا راه انا اللي ما نقدرش اخويا نبقى عايشه جمعة في الدار صافي انت انا سمحي لي راه مع امك واحد يوم كنت صافي سير شاربو انا خويا ما بقيتش باغاك وعييت منك وطلعتي ليا فراسي صافي هذا هو كلامي ماشي غير الاخر دو مع خالتي دو مع باتي انا بنتي عندي غير بنيه وحده خليني نبقى نشوف فيها ماشي تولي قاتله ليا خليني ندي بنتي معايا باقا بالحيمتها باقا بعضيمتها ندي معايا بنتي مع ديما نقول لك لا غندي بنتي معايا نوضي جمع نودي انا لا ما كاينش الله يهديك هادشي كان عليك كرفي في الاول بزاف انا بزاف عليا بنتي خاصك تبدا معايا عارفه انا قلت لك انا عندي بحال كنقلدك راه قلتها لي قبيله انا قبيله ما كانش كيقول لي راه غنقتلك وغنقردك وانا الله يهديك واش دابا انا قلت لك كل نهار شاد الجنه وكنقرد في عباد الله الساعات ولا من حبي ليك والغير عليك راه هادشي اللي عطى الله والسوق صافي راه النهار الاول عرفتيني بحال هكا قبلتي لي بحال هكا ومسامحك والله كيسمحوا انت باش تسمحي النهار الاول بغيتك انت ماشي بغيت بسيكوبات وسيدي انا مسامحك الله يسامح دنيا واخره غير هو بيناتنا المحكمه بلا كتلت الهضره نوضي جمع حوايجك يلا نوض تكاتي دخل الله مستر راجي انا اللي درت على راسي عرفت هاد الغيلة هادي مين تولدات فيا هاد السيدة كانت عايشة معايا بخير طرونكيل وانا كنحقر عليها ومتعدى عليها والله ما تمشي مع ما سيرا نزقات لها بصح نيت كيما قالو ولي مقلطة ودخل الله مستر راجي نادى